مشروع تلحين الأحرف اللغة العربية اقترحته على مركز اللغة العربية في أبوظبي وتمت الموافقة والعمل جاري على قدم وساق. كل حرف سوف ينال أغنية. تعاون في الكتابة الشعرية الشاعر اللبناني عبد الغني طليس والشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي. أنا لحنت كل الأحرف، غنيت جزء منها. ولمن المفترض أن كل حرف كل أغنية أن تتحول إلى أغنية مصورة أنيميشن، وعندما ينتهي المشروع سوف يتحول إلى تطبيق أبليكيشن يكون في خدمة كل المهتمين باللغة العربية في العالم العربي في المهجر.